عقدت غرفة الرياض ممثلة بلجنة السياحة ووزارة السياحة لقاء بحضور عدد من أعضاء اللجنة والمهتمين بالقطاع، ووضعت استراتيجيتها بناء على 3 محاور، أهمها تحقيق 100 مليون زيارة سنويا بحلول 2030 لتكون المملكة في مصاف الدول 5 الأكثر زيارة عالميا، وخلق 1 مليون وظيفة إضافية في قطاع السياحة بحلول 2030، وأن تمثل السياحة 10% من الناتج المحلي، أي ثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد النفط. معنا هاتفيا المرشدة السياحية منى البلطان. سيدة منى، أهلا وسهلا بك معنا. وبداية، هل باستطاعت المملكة تسجيل 100 مليون زيارة سنويا بحلول 2030؟ السلام عليكم. طبعا بإمكان إن شاء الله السعودية أنها تستضيف 100 مليون زائر، لأن اللي يجون بس بالحج متوقع أنه بيكونون 30 مليون غير الزائرين المحليين اللي موجودين داخل المملكة العربية السعودية ويتنقلون بين المناطق، بالإضافة إلى اتساع إن شاء الله الزيارات الخارجية، وبسهولة بإذن الله نحقق 100 مليون زائر. ما الذي تعتمد عليه الدول الأعلى جذبا للسياح في تسويقها للسياحة؟ تعتمد أولا على مشاريعها السياحية. إحنا الآن بتوجه إن شاء الله في المشاريع السياحية، كما يوجد في جزر البحر الأحمر مشروع أملا، مشروع نيوم، مشروع القدية، وضعت هيئات مخصصة ملكية للعناية بالسياحة والمدن في منطقة عسير، منطقة السودة، منطقة الرياض، أيضا منطقة آخرها منطقة بيضة ووجه وأملج. أيضا وضعت البيئة التحتية بدأت الآن تتحسن، بحيث إيواء الفندقي بدأ يتسع رقعته، تزداد أعداده، يزداد الطلب عليه بإذن الله تعالى، وبدأت الاستعدادات من هذا النحو. أيضا بدأ الاستعداد بالكوادر البشرية المميزة من مرشدين، من مؤهلين في الضيافة، من مؤهلين بالفندقة، وكل ذلك من أجل أيضا استيعاب أكبر عدد من الوظائف وسعودتها في هذا القطاع. قطاع السياحة قطاع كبير، ولكن ما أهم المتغيرات أو التغيرات التي تطرأ على هذا القطاع السياحي؟ أهم التغيرات التي تطرأ على هذا القطاع هو أولا تغير الفكر نحو استقبال السياح إلى صناعة السياحة وصناعة الفعاليات السياحية، هذا أولا. ثانيا إثراء تجربة السائح، توطين الوظائف، أيضا وهي الأهم الاهتمام بالكوادر البشرية من ناحية التأهيل الحقيقي لها من قبل وزارة السياحة، وأيضا من قبل القطاع الثالث في الموارد البشرية، القطاع الخيري الأهلي، بحيث أنشئت جمعيات متخصصة بالسياحة مثل جمعية الإرشاد السياحي، جمعية الإيواء، جمعية السفر والسياحة، جمعية الإعلام السياحي. كل هذه عوامل وقوة في صناعة السياحة السعودية لجذب السائح داخل المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف المرشدة السياحية منى البلطان.